امبارح رجع المهندس ممدوح حمزة إلى الأراضي المصرية، أسأل الله عز وجل أن يكتب له الخير، وقبل منها صفوان ثابت وابنه خرجوا من السجن، والنهارده المستشار هشام جنينة خرج من السجن. هو بجد عبد الفتاح السيسي اتغير ومصر بقت ديمقراطية وبقت دولة حوار وطني ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. امبارح المهندس ممدوح حمزة فاجئ الناس كلها بفيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي أول امبارح، وبيعلن عن رجوعه مصر، وانه لما رجع في لواء امن دوله قبله على باب المطار او على باب الطياره قال له اهلا وسهلا، مصر بترحب بكل ابنائها المخلصين الشرفاء. مهندس ممدوح حمزه على المستوى الشخصي انا تعاملت معاه في موقف واتنين وعشرة، حد محترم يا جماعه جدا جدا جدا، واسال الله عز وجل ان يثبته على الحق. يكفي ان المهندس ممدوح حمزه لما رجع ان نتمنى تكون دي بادره تغيير وفعلا المعتقلين يخرجوا. مهندس ممدوح حمزة من على الأرض المصرية في أول لحظة له قبل ما يسلم على أهله ذكر المعتقلين وذكر أمن الدولة اللي قبلوه بالشكل ده. خير، وصلت مطار القاهرة لقيت راجل كبير كده ضخم، قابلت واحد لواء قال لي مصر بترحب بولادها المخلصين وفتح دراعاتها لأبناء، وكان ده فعلا الاتجاه للدولة حاليا. أبناء مخلصين قابلتهم بره كتير جدا، وفي أبناء مخلصين أيضا في السجن. طيب دي جزئية المهندس ممدوح حمزة. مهندس ممدوح حمزة أنا بقول لحضراتكم على المستوى الشخصي حد محترم جدا 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 جدا، وفكرة إنه رجع وكان يتجسس على المعارض كل الكلام ده بلح بلح. اللي تسمعوه بيقول كده اعتبروه أحمد موسى بتاع السجن. وأنا هنا مش بقول لك إن مصر بقى أرض حريات فهو رجع خالص، نسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق، لكن قولا واحدا، هل المهندس ممدوح حمزة هيبقى السيسي بكرة ومطبلاتي؟ لا، هيبقى مطبلاتي؟ لا، لكن وارد المهندس ممدوح حمزة حدة الانتقاد بتاعته للسيسي تختفي شوية، زي الدكتور حسن نفع مثلا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة برضو حدة الانتقاد نحو السيسي اختفت شوية، يعني وارد ان يتم تقييد حريته شوية او ما يتكلمش بالأريحية اللي هو كان بيها برا مصر. لكن انا بقول لحضراتكم انا احسب المهندس ممدوح حمزة على خير، وفكرة انه كان بقى برا علشان يعرف المعارضة ويعرف الكلام ده كله، لا يا جماعة المعارضة اصلا فيها 500 كوبري، المعارضة المصرية فيها 500 كوبري، المعارضة المصرية من ايام قليلة كان بيقول لك كان في انتخابات لاتحاد القوى الوطنية اللي هو لو سألت الشعب المصري هات لي 5 أعضاء في اتحاد القوى الوطنية ما يعرفوش. المقصد يعني ان المهندس ممدوح حمزة لا كان يا جماعة بره بيتجسس ولا كان الكلام ده كله، راجل تحسبوه او انا احسبه بشكل شخصي على خير، واسأل الله عز وجل ان يثبته على خير. دي قصة المهندس ممدوح حمزة. طيب قصة المستشار هشام جنينة. هشام جنينة يا جماعة بس عشان تبقوا فاهمين لم يكن يوما ضد عبد الفتاح السيسي، بالعكس له فيديو شهير وهو بيقول يا جماعه انا بطالب الشعب المصري ان يلتف حول الرئيس السيسي. ما كملش من بعد الفيديو ده 5 شهور وطلع اتكلم على 600 مليار جنيه فساد في مؤسسات السيسي، وبعد منها المستشار هشام جنينه لما جيت رشح سامي عنان طلع المستشار هشام جنينه واتكلم ودعم سامي عنان بشكل او باخر، فسلطوا على المستشار هشام جنينه بعض الناس اللي في الشارع اللي هم السيسي بيستعين بهم على امثله نخنوخ بتاع الاسكندريه وكده، في نخنوخ في القاهره برضه، فالسيسي استعان ببعض الناس اللي هم خارجين عن القانون اللي بيخرجهم لوقت المظاهرات وكده علشان ينكلوا بالمستشار هشام جنينه في صوره شهيره جدا، تعرض يعني لضرب مبرح والكلام ده كله للمستشار هشام جنينه. بعد منها المستشار هشام جنينه وهو طريح الفراش اخدوه حبسوه. حبسوه ليه؟ علشان لقاء عمله مع صحفي اسمه معتز ودنان، بالمناسبه اول امبارح كانت ذكرى اعتقال هشام جنينه. معتز ودنان عمل اللقاء مع المستشار هشام جنينه، اعتقل معتز ودنان واعتقل المستشار هشام جنينه، والمستشار هشام جنينه ما خرجش عشان مصر بتطبع في ظل جو من الحريات والكلام ده كله اللي بيصدره طارق العوضي والحوارات دي، لا المستشار هشام جنينه خرج لما مدته الحبس خلصت، محكمه عسكريه يعني الحكم خلص، هو ما خرجوش للسيسي في السنه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا ده، هو الحكم خلص وانتهى فخرجوه. ولما حتى جم يخرجوه مسكوه وراحوا ايه دخلوه ودوه لامن الدوله بتاعت التجمع الخامس، وكانوا ناويين ان هم يلفوه في قضيه ثانيه، بس تقريبا كده يعني حد كده في عندهم واحد عنده 10% ذكاء قال يا جدعان خلوا الراجل يمشي يروق على بيته عشان نعرف نلعب بالحته ديت ان مصر بقت دوله حريات وتغيرات والكلام ده كله، الاداره الامريكيه ديمقراطيه دلوقتي يا جماعه مش اداره ترامب، فخلوا المستشار هشام جنينه روح على بيته، وكانت دي اول صوره للمستشار هشام جنينه من امام منزله لما وصل البيت. اذا المستشار هشام جنينه وصل بيته بخير
وسلام. نيجي بقى لموضوع صفوان ثابت. طيب صفوان ثابت يا جماعه خرج علشان بس قولا واحدا بسبب ان السيسي عليه ضغوطات غير طبيعيه من صندوق النقد، ان انت خدت رجال الاعمال اللي كانوا بيدخلوا لك دولار للدوله بجد، خدتهم وحبستهم، الرجاله دول تطلع. فعشان كده صفوان ثابت خرج هو وسيف ابنه. وبعد ما خرج صفوان ثابت بفتره، بايام قليله، مش بفتره ولا حاجه، بايام قليله 3 4 ايام، تم رفع اسم صفوان ثابت وابنه من على القوائم والمدرجين ومش عارف ايه والانتربول والكلام ده كله. كم يعني صفوان ثابت وابنه يعتبروا رجعوا زي الاول تاني، كان شيء ما حصلش معاهم، غير ان تم حبسهم 3 4 سنين من لا شيء، من لا شيء. فالمقصد بس من القصه اللي حصلت دي، نروح لحته بقى هل كده الوضع في مصر بيتغير؟ لا خالص ما بيتغيرش. كلمه المهندس ممدوح حمزه اللي احنا لسه سمعناها مع حضراتكم واللي هنسمعها تاني دلوقتي، لما الضابط قال له اهلا بابناء الوطن المخلصين، يقصد بها ضابط امن الدوله اللي قابل المهندس ممدوح حمزه على باب الطياره بالشكل. وقالت قابلت واحد لواء قال لي مصر بترحب بولادها المخلصين وفاتحه دراعاتها لابنائها. الجمله ديت يعني ايه هو ايه هو المعيار بتاعها؟ ابناء مصر المخلصين، ايه هو المعيار بتاعها؟ يعني ابناء مصر المخلصين دولت، انا في اعتقادي الشخصي كعبد الرحمن يعني بتهيأ لي يعني ما فيش حد اخد منصب وظيفي في مصر في اخر 100 سنه كان اكثر اخلاصا ونجاحا من باسم عوده. يعني احنا هنعمل مقياس عن الاخلاص وعن النجاح وعن ابناء مصر الشرفاء والمخلصين والناجحين واي، مش هتلاقي موظف فعلا مسك منصب رئاسي، منصب وزاري او منصب حكومي في مصر كان اكثر اخلاصا ونجاحا من باسم عوده. فهو معيار المعيار اللي المهندس ممدوح حمزه بيتكلم عليه، او اللي ضابط امن الوطني قبل المهندس ممدوح حمزه وقال له اهلا بابناء مصر المخلصين، اعتقد ما فيش يعني افضل اخلاصا من باسم عوده. باسم عوده اللي السيسي نفسه بعد بيان 3/7 لما انقلب على الدكتور مرسي، السيسي بنفسه قال لي باسم عوده خليك في الوزاره احنا عايزينك معانا. لما باسم عوده رفض، السيسي ازاي ترفض؟ ازاي تقول لي لا؟ ازاي ده يقول لي لا؟ ازاي تقول لي لا لمجرد ان هو يرفضني؟ ان ما يبقاش معايا في الـ في الـ في الميغه اللي هنعملها، في الفساد اللي هنعمله. فباسم عوده قال لا، انا اديت اليمين الدستوري امام رئيس شرعي ولاني اخون هذا اليمين الدستوري وهروح اقدم استقالتي عند قصر الاتحاديه. فباسم عوده اتاخد واتحكم عليه بالمؤبد من لا شيء، من لا شيء. وشفته باسم عوده اللي هو السنه الوحيده اللي فعلا الشعب المصري عرف يمسك ازازه زيت وعرف يمسك رغيف عيش بجد. فمن هو اكثر اخلاصا؟ ايه هو معيار الاخلاص اللي السيسي ونظامه او ضابط امن الدوله بيكلم عليه المهندس ممدوح حمزه وبقول له اهلا بابناء مصر المخلصين؟ انا في وجهه نظري لو هنعمل مقياس للاخلاص ومقياس لابناء مصر بجد، فالدكتور باسم عوده هيفوز بامتياز، هيكون المركز الاول بجد. ما خرجش ليه؟ لو السيسي عنده نيه التغيير، عصام سلطان ما خرجش ليه؟ لو عنده نيه التغيير، دي ما فيش حد من الاسلاميين بيتم التغيير معاهم، من اللي في السجون او اللي بره السجون، لو لديه نيه التغيير، ليه السيسي دايما بيعمل تغيير محدود مع ناس الى حد ما ممكن يكونوا اندر كنترول شويه؟ يعني هو ليه بيعمل التغيير مع الشخصيات دي؟ مع احترام الكامل للمهندس ممدوح حمزه ومع احترام الكامل لصفوان ثابت ومع احترام الكامل للمستشار هشام جنينه، بس ليه دايما التغيير مع ناس يعني ممكن نقدر نسيطر عليهم او ما لهمش كتله صلبه على الارض؟ ليه دايما التغيير بيكون مع الشخصيات دي؟ ما في يعني ما شفناش تغيير مع البلتاجي، ما شفناش تغيير مع البلتاجي، مع ابن البلتاجي انس البلتاجي، ما شفناش تغيير مع انس البلتاجي اللي هو محبوس في اللاشيء، ما شفناش تغيير مع الناس دي ليه؟ يعني ليه دايما التغيير مع شخصيات برضه للمره الالف نحسبهم على خير؟ ليه دايما التغيير مع الشخصيات دي؟ ابناء مصر المخلصين ايه هو معيارها؟ ايه معيار ابناء مصر المخلصين عند الدوله؟ علشان لو في شباب بره مصر عايزين يرجعوا يذاكروا المعيار ده. ايه هو الكتالوج بتاع المخلصين بالنسبه لامن الدوله او بالنسبه للواء اللي قبل المهندس ممدوح حمزه؟ ايه هو كتالوج المخلصين علشان لو في شباب عايزه ترجع تذاكر الكتالوج ده يا سياده اللواء عشان يرجعوا مصر؟ فيعني هي قصه بس من اخر، بس السيسي حاول يستغل هذه الجزئيات، صفوان ثم ممدوح حمزه ثم هشام جنينه، حاول يستغلها فقط لا غير. لكن للامانه المستشار هشام جنينه خلص المده اللي عليه عشان كده خرج، ممدوح حمزه اترفع اسمه من القوائم وترقب الوصول وكده عشان كده رجع، صفوان ثابت لما خرج رغم انف السيسي لان صندوق النقد الدولي اصر ان يبلغ السيسي بان رجال الاعمال لازم يتم الافراج عنه. ويقال من بعض الناس ان في شويه افراجات كمان هتحصل لكن بعيدا عن القيادات اللي في التيار الاسلامي. اذا مفيش تغيير ولا في اي حاجه، وكل الكلام ده
لعب. سلام عليكم.